كنا نتحدث قبل الفاصل عن قانون العناية بالمسنين، وحضرتك قلت لي أنه أنت من قدمه. نعم. وأنت أيضا من قدم منذ 2016 القانون الخاص بحماية ورعاية ذوي الهمم في مصر. مش عارفين نشكرك إزاي سيادة النائب. يا فندم والله. ده احنا بنأدي واجبنا. ده واجب النواب والمؤسسة النيابية بتتصدى للمهمة اللي كلفنا بيها الشعب المصري. القضايا الحيوية التي تهم المواطن المصري بشكل عام، ثم كما تفضلت سيادتك المواطن الأكثر احتياجا. حضرتك بتصنف أولوياتنا إزاي في الاتجاه ده؟ يعني البداية تكون مع مين؟ مين هم الأكثر هشاشة في المجتمع المصري الآن؟ نعم، خلينا نقول لحضرتك يعني في علم الاقتصاد والإدارة والعلوم التنموية هناك ما يسمى بالدفع القوي. ده بيحصل في الدول، في الاقتصاد بتاع الدولة، لما بتكون الدولة في حالة نمو سيادتك قدامك اتجاهين، إما أن أنت تاخد قطاع تشتغل فيه، أو تاخد ما يسمى بالدفعة القوية وتشتغل في كافة الاتجاهات. سياسة الدولة المصرية، سياسة قائد الدولة المصرية الدفعة القوية. كل المجالات بنقتحمها في وقت واحد، كل الملفات مطروحة، مفيش ملف النهاردة مقفول، بنبص على كل ملفاتنا في آن واحد. ما بنقولش على حاجة بعدين. مفيش حاجة اسمها بعدين. في حاجة اسمها كل لحظة بتعدي علينا لابد ان احنا نواجه القضايا بتاعتنا وبمنتهى القوة وبمنتهى الحسم. ربما يعني هناك قوانين كثيرة تراجعت مجالس ان هي تواجهها. مجلس النيابي بمنطق ما تفتحوش علينا فتحة، ما تفتحش دلوقتي. أيوة. ما عادش هذا المفهوم. أصبحت في دولة قوية فيها مؤسسات فيها قيادة سياسية، ما بتخافش من أي ملف، ما فيش حاجة اسمها نخاف منها، ما فيش حاجة اسمها نأجلها. في حاجة إن احنا عندنا القدرة إن احنا نقتحم كل مشاكلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لما بتكون عندنا العزيمة والإرادة بنقدر نحقق. أنا كان سؤالي لحضرتك البداية المنطقية تكون بمين؟ بأهلنا من المسنين، بأهلنا الأفقر، يعني بأهلنا من ذوي الهمم. شوف هقول لحضرتك، ما تقدرش تأجل فئة على حساب فئة تانية. وبالتالي كل من يستحق العناية الآن هو موضع عناية. يمكن عندنا تصنيفات وعندنا دراسات علمية، وزي ما بقول لحضرتك سياسة الدولة تعدلت تماما. صحيح. أصبح في بحث علمي، أصبح في تحليل، أصبح عندنا القرى الأكثر احتياجا أو الأكثر فقرا، بقى في ملفات منظمة طبعا، وبقينا بنشتغل به منهجي. صحيح. لكن انا كنت بسأل حضرتك نبتدي بايه؟ نبتدي دلوقتي بإيه؟ واحنا بنتكلم دلوقتي، واحنا بنتكلم دلوقتي زي ما حضرتك تحب يعني. يعني نبدا بالمشروع الاقدم. هل المشروع الاقدم هو مشروع رعاية المسنين؟ نعم. لا، المشروع الاقدم مشروع ذوي الاحتياجات الخاصه. البدايه الحقيقه كانت 2014. الدستور المصري المادة 53 بتتكلم أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الأعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي. أكتر من كده، المادة جعلت التمييز والحد على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. هنا بقى بنبص لكل الفئات. المادة الثانية الحقيقة المهمة والحاكمة في هذا الأمر، المادة 81 من الدستور،
اللي هي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وثقافياً. الأقزام ده تعبير سليم، يعني وصف سليم، وصف هم سليم. بيزعجوش منه إطلاقاً. إطلاقاً لا، يعني دلوقتي بالعكس بقى في مفاهيم دولية متفق عليها، ولما تعدلها يعني بيزعلوا ان انت لا، اصبح ما فيش النهارده حتى المسائل الحساسية دي. بيني وبينك احنا محتاجين نتدرب على استخدام اللغة في هذا المجال. نعم خلينا اقول لحضرتك 2014 الدستور المصري طلع، 2015 جه مجلس نيابي جديد. في الوقت ده ما كانش عندنا داخل المجلس لجنة تضامن اجتماعي، تقدم مجموعة من السادة النواب وطلبنا بإنشاء لجنة جديدة اسمها لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة. هنا التنمية التسمية يعني منطقة بالزبط. وفيها بعد دستوري، وبدأنا الحقيقة نشتغل في قضية. كان يعني اللجنة كان لها أجندة عمل، أهم الأولويات في الوقت ده كان قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. أي ليه يا فندم؟ لأن كان عدى عليه حوالي 42 سنة القانون القديم ومحدش بص على هذا. كان إيه اللي تقدم فيه سيادة النائب؟ نعم فندم، إيه اللي تقدم في القانون القديم؟ هو القانون القديم الحقيقة ما كانش فيه حاجة عشان تتقادم، هو كان يعني مختصر في مادة اللي هي 5% التشغيل وما كانتش مفعلة. في مايو 2016 لا كان بيتكلم على حماية ولا رعاية ولا مظلة قانونية، لا خالص، لا ولا يعني عقاب للمسيء إليهم ولا لا خالص. لا مسألة يعني بسيطة جدا جدا، الأهم في 5% التشغيل وما كانتش مفعل، ولا القطاع الخاص كان ملتزم بيها، ولا أي ولا عام ولا خاص، ما كانش حد ملتزم بيها الحقيقه. في طب ده دي مخالفه للقانون، دي مخالفه طبعا، دي مخالفه الحقيقه في القانون. هل عشان كده كان في معاناه كبيره جدا في اهلنا وابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب القطاع الخاص ممكن يخالف القانون ونقبل على مضض، مش نقبل يعني ننزعج، بس هنعمل ايه؟ القطاع الخاص الحكومة كمان؟ الحكومة طبعا كانت يعني في جزء بيتنفذ ومع الظروف العادية العامة على فكرة. اللي هي قضية البطالة طبعا، ما انت ما كنتش يعني بتوظف يعني مسألة قضية عامة، يعني مش القصد منها صحيح. فئة بعينها. في مايو 2016 تقدمت بمشروع قانون ومعي 10 أعضاء المجلس من زملائنا، وبدأنا الحقيقة في تجربة تشريعية غاية في الجمال. في الوقت ده استأذننا السيد رئيس المجلس وقلنا إحنا داخلين على قانون مهم. طبعا رجعنا القوانين العالمية، رجعنا بعض القوانين العربية. التجربة التشريعية مميزة إن إحنا فتحنا أبواب المجلس وعملنا حوار مجتمعي موسع. استقبلنا 576 شخصية بيمثلوا 243 جهة، كلهم مهتمين بقضية الإعاقة.